قال مسؤولو شركة لوفتهانزا وجيرمان وينجز الألمانيتين إن مساعد الطيار عمل على إسقاط الطائرة المنكوبة جنوبية فرنسا بعد أن أغلق كمرة القيادة ولم يسمح لقائد الطائرة بالعودة لها، ومن ثم ترك الطائرة تسقط في عمل أشبه ما يكون بالانتحار. وكان المدعي العام لمدينة مارسيليا جنوب فرنسا قد أعلن أن المعطيات التي تم الحصول عليها من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة قبل يومين ترجح فرضية تعمد مساعد الطيار إسقاط الطائرة. لا يفوق صدمة حادث تحطم الطائرة الألمانية فوق جبال الألب الفرنسية إلا صدمة ما كشفت عنه بيانات الصندوق الأسود. لقد أسقط مساعد الطيار الطائرة عمدا وفق خلاصات توصل إليها محققون وأعلنها مدعي عام مدينة مارسيليا الفرنسية. كان مساعد الطيار وحده المتحكم في أزرار نظام التحكم مما أدى إلى هبوط الطائرة. اختيار الارتفاع كان متعمدا. وفي التفاصيل انفرد أندرياس لوبيتس مساعد الطيار بالسيطرة على الطائرة وأجهزة التحكم فيها بعد أن غادر قائدها قمرة القيادة ورفض أن يفتح له الباب. حاول الطيار أن يفتح الباب بالقوة دون جدوى عندما لم يجبه مساعده، وفي تلك اللحظات تكشف تسجيلات الصندوق الأسود ارتباكا ألم بالركاب، ثم تتعالى صيحاتهم قبل ثوان من ارتطام الطائرة بالجبل. لقد ضغط لوبيتس على زر فهوت الإيرباص دون حتى إصدار نداء استغاثة ليلقى كل ركابها 150 حتفهم على الفور، وغالبيتهم ألمان وإسبان. وقد أعربت شركة لوفتانزا وهي المالكة لجيرمان وينجز صاحبة الطائرة المنكوبة عن هول الصدمة مما حدث. نحن في شركة لوفتانزا ذهلنا من حقيقة أن الطائرة قد أسقطت عمدا على ما يبدو من قبل مساعد الطيار. المعطيات الجديدة وإن تنفي فرضيات العمل الإرهابي التي رجحت من قبل حدوث انفجار هز الطائرة في الجو، فإنها تطرح أسئلة عن الدوافع التي أدت بالرجل إلى فعل ذلك في فاجعة غير مسبوقة، فهي الكارثة الجوية الأسوأ في فرنسا منذ أكثر من 30 عاما. وتبدو عمليات البحث معقدة بسبب تناثر الحطام على حوالي 4 هكتارات في منطقة وعرة يصعب الوصول إليها في جنوب جبال الألب على ارتفاع 1500 متر.